Well, right after the revolution, there was a certain opening that allowed human rights organizations to have dreams and grow. طب من 2011 للولايات ده اعتقد هنقسم فترتين. الفترة الأولى أعتقد إن حصل انتعاش، بقى في احترام للي احنا كنا بنقوله قبل كده مع الناس اللي كانوا ضدنا. وأنا على سبيل المثال إذا حكيت مثلا هقول لك إن بدءا من جيران ليا في السكن ما لهمش أي علاقة بالسياسة، واللي كانوا بيبصوا ليا أيام ما كنت بنزل للميدان إن أنا ست أنا وعيالي غريبة، لأن أنا في منطقة كلها جيش، أغلب السكان اللي فيها جيش، إني خبط عليا وإحنا بنحترمك وبنقدرك والكلام. الناس اللي كانوا بيقولوا ان احنا مجانين او ان احنا بنحلم، لا بقى في تقدير وبدات يبقى تاثيرك اكبر ويقولوا لك احنا بجنبك بشكل حقيقي بقى مش بالكلام بس. After the revolution there were many young Egyptians who are interested in getting involved in what they saw as making their country better. يعني الوضع بشكل اكثر تركيزا وفي عنوان واحد ان بقى في تعميق للوعي بقضايا حقوق الانسان، يعني ده المكسب المهم. ان بقت الانتهاكات هي هيها من قبل ثورة يناير، حتى بعد ثورة يناير، حتى بعد 30/6. It was also a very fluid, vibrant political situation that allowed us to engage at the very highest level within the government with the newly established political party. So it was the dream year kind of. المدافعين عن حقوق الإنسان طول الوقت كتب عليهم المعاناة باعتبار أن هم من قبل الثورة كانوا بيعانوا من نظام مبارك المستبد، وبعد الثورة كتب عليهم أيضا أن يعانوا باعتبار أن سواء المجلس العسكري أو الإخوان أو من بعده رئيس المحكمة الدستورية عندما نصب رئيسا للجمهورية، أو من بعده السيسي عندما انتخب رئيسا للجمهورية. دائما المدافعين عن حقوق الإنسان هم اللي بيدفعوا الثمن، وهم اللي بتوجه ليهم أصابع الاتهام عشان يبرر النظام أي فشل بيحصل في نظام الحكم. Once Mubarak was toppled in the 11th of February 2011, the Cairo Institute for Human Rights Studies gathered a group of the most independent human rights NGOs in Egypt within this same office where we're sitting right now. And we've drafted together a vision towards what Egypt should look like within a post-revolutionary Egypt should look like, within a total respect to the rights but also to the rule of law. We've called this document the roadmap. And it was adopted by 21 members of what we call the Forum for the Independent Non-Governmental NGOs in Egypt. My organization was working throughout the past 4 years to educate the government of Egypt on what is needed in terms of reforms, legal but also practical reforms within its policies. بعد ثورة يناير على طول أول حكومة جت، احنا كنا بنقابل الوزراء وكنا بنقعد معاهم وبنطرح عليهم مناقشات وبنطرح عليهم قوانين. يعني قانون الاتصالات كان الكارثة الأكبر اللي أدت لمقتل العديد من المتظاهرين، قطع الاتصالات وكانت مادة في قانون الاتصالات. فقعدنا مع وزير الاتصالات وقتها كان ماجد عثمان وتناقشنا وعدلنا المواد القانون، لسه القانون موجود لحد النهاردة بالتعديلات اللي احنا قمنا بيها مع الوزارة. احنا رجعنا تاني احساسي الذاتي ان ابتدينا من الصفر، ابتدينا دلوقتي نقول للناس لا ما ينفعش الناس تتعذب، فالناس تقول لا يستاهل. بالظبط زي ما كنا اول ما فتحنا ملف التعذيب وعنف السلطات في مصر ايام حسني مبارك. We have been seeing three consecutive regimes coming in after the 2011 revolution and none of them have at any point respected a vision towards a rule of law and democracy in Egypt. بقى في حاجة مع الأسف شوية مؤلمة، يعني مش بس تزايد عسف السلطات، لا كمان مستوى قبول تعذيب الآخر. فدي كمان معادلة بتخلي شغلنا كحقوقيين في الحقيقة أصعب. يعني
ان انت عشان تعمل ادفوكاسي وتكسب راي عام وتضغط على السلطات اللي بتنتهك حقوق الانسان بقى شغلك شويه اصعب. There has been a wide defamation campaign against every single dissenting voice. في خطورة وتهديدات أمنية بغير التشهير إن تتقفل المنظمات اللي احنا بنشتغل بيها وده طبعا حصل بالفعل بس بشكل تاني. This campaign started increasing throughout the years and it reached its peak in 2014 with the government of Egypt presenting an ultimatum to most of the independent human rights NGOs that they need to abide by the government policies or else they would be closed. حركة المدافعين عن مشروع حقوق الإنسان في تركيز عليهم بحسب النظام السياسي هو عايز ايه حاليا. النظام السياسي اي نظام سياسي جه من بعد الثوره بيستهدف نشطاء لان هم بيبقوا الاكثر قدره على ابراز الانتهاكات اللي موجوده بشكل حقيقي سواء على المستوى الحقوق المدنيه والسياسيه او الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، ولذلك التركيز حوالين الانتقام السياسي. ويمكن نموذج مثلا واضح ونموذج فج في الانتقام السياسي علاء فتاح، يعني علاء فتاح او آل سيف عموما تلفقت لهم اكثر من قضيه، بدايه من قضيه مزبيرو بجهود زور ثم قضية حرق مقر الشفيق. علاء بقى طريد كل الأنظمة من مبارك وحتى اللحظة اللي احنا فيها، فهي الفكرة أن علاء يدفع ضريبة أنه مواطن مشهور، مواطن محب لهذا البلد، مواطن آثر أن يعود إلى بلده من جنوب أفريقيا حيث كان العمل اليسير والمال الوفير إلى هذا الوطن عشان يعاني مع أهله وعشان يحارب من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ونموذج آخر هو مهينور المصري. يمكن مهينور برضو زي ما احنا عارفين هي نضلت ضد حكم الإخوان، نضلت ضد حكم مبارك، وأيضا نضلت ضد النظام الحالي، وبالتالي وكان بتقول الشرطة العسكرية للنشطاء بعد الثورة عملتوا ثورة أهي دي بقى الثورة، يعذبوا بالكهرباء أهي دي بقى الثورة. وكانت صور مبارك قبل التنحي وبعد التنحي فترة لسه موجودة في السجن الحربي وفي سن 28 كنوع من الضغط النفسي على الناس اللي بتقبض عليها الصور. أيوة هو رئيسنا والناس تتضرب وتتعذب، عايزين ثورة خدوا ثورة تخ شوحنة كهرباء. We've seen Yara Salam being detained because she participated in a peaceful protest asking for the rejection of an unfair protest law. Well, Yara's arrest sends a message to human rights organizations, a very chilling message. Whether that was meant when she was picked up or not, it still has the same effect. It is a very clear message for us and for other human rights activists that if you confess to the fact that you work for a human rights organization, you might end up spending 3 months in pre-trial detention. كل النشطاء دول بيدفعوا ضريبة نضالهم تجاه النظم المستبدة، وبالتالي تركيز حركة القمع موجودة ضدهم في محاكمات غير عادلة، في إجراءات في القبض والتفتيش والانتهاكات. The government of Egypt since 2011 has been mounting a defamation campaign using its control over the public media but also the private media with the only aim of distorting the image of the human rights community within the Egyptian public mindset. And they have been successful. They have been successful using every single tool that they have to change the mindset of the Egyptian people towards feeling that the human rights defenders are one spies, two traitors, but also a group of people who are inciting for this disruption of the political life in Egypt, which is of course not true. And this is exactly against what the human rights defenders movement in Egypt has been built upon. بقى في محاولتين الخنقه فبيستخدموا كل الاساليب، اما ان هم يحاولوا يقول لك انت خارج نطاق القانون فهنقفلك، اما ان هم يمسكوا الناس في العمل الميداني الحقوقيين زي ما حكيت عن المحامين مثلا فتحرشوا بيهم او في تظاهره يقبضوا عليهم ويسحلوهم، او باستخدام الاله الاعلاميه في الهجوم عليه. وبقى فكره ان مش بس تمويل، في الحقيقه فكره ان تمويل ده تخابر، وان ما حدش بيدي دعم الا لو ليه غرض،
والغرض دوت ان هم ياخدوا تقارير عن مصر عشان تروح اجهزه المخابرات الامريكيه وبيركزوا على الامريكيه هم يعني حتى اللي بياخد تمويل من مدغشقر ما بيقولوا امريكيه برضه. For the past 4 years, the Egyptian government has been introducing different draft legislations that regulate the work of non-governmental organizations. Very recently, the Ministry of Social Solidarity have introduced a new draft law. Within this draft law, we've seen that the government control over the activities of the independent non-governmental organizations have increased, turning these independent non-governmental organizations into a de facto governmental organizations. We've seen within this draft law a supreme control for the Ministry of Interior, but also the intelligence over the work of the NGOs. Funny enough, these are the same perpetrators for most of the human rights violations in Egypt. So the perpetrator is supposed to be able to accept or reject a proposal of activity done by NGO to monitor the work of this same perpetrator. So this is one absurd nature of the law. The other absurd nature of the law is that it provides a governmental control over who should be a member of this non-governmental organization, how this non-governmental organization is being administered, how this non-governmental organization is appropriating its fund, and how it is actually implementing its activities. And at any moment, if the government is not satisfied with the work of the non-governmental organization, it can interfere directly, remove the administration of the organization and replace it by another administration. These are all restrictive measures that means that non-governmental organization will become governmental bodies that implement governmental policies, whether on the human rights agenda or whether on the developmental agenda. And no one will have a free will to decide what are the issues that needs to be worked on. هل يعقل بعد 3 سنين من هذا اللقاء ان انت دلوقتي بيطلب منك ان انت مش موجود وان انت وضعك القانوني مش صحيح على الرغم من انت كنت بتمثل يعني بتحضر مع الدولة وبتمثل كرأي عام للجمهور اللي انت بتساعده او الخدمات اللي انت بتقدمها؟ فالوضع يعني هيكون اكثر ظلاما. هم بيتعاملوا بطريقة احنا هو واللي مش عاجبه يخبط راسه، وفكرة الأمن القومي المطاط، احمدوا ربنا ان انتم مش في سوريا ولا في العراق، كل ده تخويف للناس وذعور ليهم. وبالتالي هم عارفين ان المجتمع هيقبل بأي حاجة، وحتى المجتمع المدني منقسم. حصل استقطاب سياسي بشع في البلد في الحقيقة، خلانا نعيد الكلام من الأول. يعني الناس اللي أنا مختلف معاه يستحق الأكل، فيتكلموا على الناس اللي اتقتلت يستاهلوا، ايه المشكلة لو 2003 يموتوا؟ بقى ده رد فعل الناس، ما هو البلد لازم تمشي. ابتدوا ياكلوا الطعم بتاع ان دي طريقة مقاومة الإرهاب. As far as I'm concerned, and I've been in the movement for 21 years, this is the worst time ever in terms of large scale human rights violations being committed by the state. So as far as I'm concerned, this is probably the worst time for the human rights situation in Egypt, at least for the past 20 years. The history of the human rights movement is 30 years old. And for the past 30 years, we have never faced threats like the ones we're facing right now. We never had this number of human rights defenders in prison. استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل الثورة، أثناء الثورة، وما بعد الثورة، وحتى الآن مستمر. ده بيرجع لإيه؟ بيرجع لأن النظام الذي يحكم سواء في السابق أو في اللاحق أو في الوقت الحالي هو بينتهج نهج بيمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. عندما يتوقف النظام عن ممارسة انتهاك حقوق الإنسان كسياسة لي هتتوقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان. As we've always been, we're willing to take the risk and we're willing to continue working and doing what we've decided to do many years ago, which is
promote human rights protection and defend those who are subjected to human rights violations. Help protect human rights defenders on the front line. Contribute at www.frontlinedefenders.org/donate. Thank you.